هلو، رجعت لكم اليوم في فيديو جديدة. عنا مديدة، عنا يظهرلي شهر ما عملناش فيديو، ورجيت لكم مع ضيفة سبيسيال اللي هي حماتي مدام هدى مشهورة ماموح. وقلت لكم على انستغرام حطوا لي دي كيستيون سبيسيالمون ليها هي، وكتبتوا لي برشا أسئلة وأسئلة أسئلة ماموح. حاضرة؟ حاضرة باش نجاوب عادي جدا بصراحة على الأخر. ما عندي ما خبي فوالا. دايوغ قلت لها البارح، قلت لها تحب نقرا لك لي كيستيون تحضر شي روحك نفسانيا كذا تعرف شنو، قالت لي لا ما نحبش، وقالت لي تو نجاوب معناها سبونتانيمون. بالضبط سبونتانيمون باش نجاوب. نبداو ميلا. على بركة الله. على بركة الله. أسئلة في الصالية مازوما. في الصالية؟ طيبة. شوفوا. أو أكثر سؤال هذا يتعاود، أوكي؟ قالوا لي شنو رايها فيك أول مرة راتك، إش قالت كيفاه أبخي؟ هو نورمال ما يتسأل كيفاه، أنا إش قلت له بعد ما ريتك؟ قلت له محلاه تهبل البنية. وديجا عجبني أنا وقتها جيت ونتذكر البنات طليت عليه في الخدمة في التليكوم. فوالا. طليته طلة خفيفة ومشيت. عجبني. وقتها اني وقتها عجبتني من كف كيفاش اول مره يظهر لي نقابلو، اول مره نقابلو كيفاش هزني معناها في بيتي شعتنا الاولى ولا لا ولا هذا ديتاي ما تعرفوش. وقتها قابلته في القهوه الكل، قعدنا عملنا قهوه وكل من بعد ويني مروحه هو باش يوصلني معناها للمحطه. وقتها محطه سوسه يا اخي عاديني قال لي باش نعديك نعرفك على امي وكل. يا اخي قلت معناها نتاع مش فيس على الحكايه معناها حسيتها مزروبه، هو مزروب لو حاجه يطلع هيك. بي دونك قلت له محلاها. شنو اخر ما ديفلوبيتوش من بعد؟ ما قلتوش مثلا سايبه عليك معرفش اني مش انا ها ما ندخلش في حياته بكل خاطر نعرفش عاد عنده ثقه في روحه وحر في حياته وصل لعمر معين ما عندي حتى دخل فيه. حتى انا ما عملتش حتى ملاحظه اللي انت ديجا عجبتني، الباقي يهمه هو ما يهمنيش. فوالا انت معناها حتى تعطيه رايك مش معناها نتاع مش تعطيه لوكي ولا باش بالضبط. لا لا بالكل كمان مرت ولدك هي مش معناها مش سروالتي مرت ولدي مش مرتي يعني اكزاكتومون. كيف تقلقتينا راك بيه بخفي. فما واحدة قالت لي ريناها عند كف محلى زينها نسخايلها تماما او ديبي ربي فضلها. حتى امها الطيارة تهب الخير مني. زوز محلى بيه يعيشك حبيبي. هذه قالت لي كي حماتك تحب تمتلكك انت وراجلك شنو تعمل؟ هذا سؤال يعني مش موجه لك انت. هو لا مش موجه لي انت كرهنا معناها ك مرأة برك الله عليك فيمينيست وتفهم وعندك خبرة وتجربة. نحكي لهم على كنتي راي. بازي. تشبه لي تخش عليها بنتي انا. تحكي عليا. كنتي فريمون معناها نفس نحملوا نفس الافكار. حتى في الطبيعة اللي نشبهوا لبعضنا مانيش مشاكلية، نحبوا كان الضحك، صحاب جو. كاو تحفوني تزوز تحبوا اكثر. اي دونك نرجعوا للسؤال هذايا تو معناها انت تو انت شنو النصيحه اللي تعطيها لها الطفله هذيا كي هي حماتها تحب تمتلكها هي ورجلها وتحب معناها تحب تسيطر عليهم وتحب تحبهم تشمر على حوايجها وتهج ما تقعدش بحدها. تهج هي تبعد عليها ماكسيموم. اي معناها ما تخالطهاش برشا. تحاول ما تكونتاكتيهاش برشا المينيموم أنا كنا في صحة المناسبات صح ولا في المناسبات. وكي يبدا رجل هذايا حل اوكي باهي، اما كي يبدا الكوبل متفاهمين على الحكايه هذه يبداو مع بعضهم كي يبداو مش متفاهمين وهو ولد ماما وقتها شيء وقتها تبدا المشاكل. اي دونك شنو نصيحتك لهنايا معناها شنو تنصحهم معناها؟ كان هي معناها الكنه ذكيه وكم بانه وتك تك تك تعرف تكتك وكل شيء. ما
معناها تشوف تشوف حل الروح تبدل الراجل كان الدافي لا كان الدافي لا خطيها ونجم شو حتبدل الراجل فهمتك دونك انت وشخصيتك انت وشخصيه انت وشخصيه نجم روحها في وسط التناقضات هذه ولا لا هذه قتلي قتلك كيفاش تخلي علاقتك ناجحه مع كنتك قلت لك اسئله في السليم في السليم لا يمكن احنا خطر فينا بالصدفه نشوفوا بعضنا محلاه ماناش بشكلي سينو نعملها بصدق معناها بصدق بطبيعتي التلقائيه اللي هي باهيه نطبيعتي وهي احلى مني ده. معناها ريتها في برشا مواقف تشبه لي ماهيش متلوش على تفتفش ولا تعس عليها ولا نعس عليها وسيرتو عندنا العرب كرامية الكلام كل الزوز ما عندناش فهمت معناها صراحة مع بعضنا وديريكت مع بعضنا ونتكلموا ديريكت ما نسحبوش حتى برا قولوا بيجا قولوا فهمت بالكل طب ما احلاش من الكوميونيكاسيون تصير كوميونيكاسيون مباشرة ديجا يتحل كل شيء تفهم كل شيء ما دخلوش طرف ثالث معاك لا وساعات لا وساعاتك يصير سوء تفاهم راه واحد كي ما يحكيش صحيح حتى الاخر فاهم الاخر بالغلط دونك اذا حكاو كل شيء يتضح وسيرتو هي القلوب اصلها صافيه دونك في ساعه كل شيء يتوضح حاجه اخرى زاد اني ننصح معناها اذا كان فما حماواتي يتبعوا فينا واللي هو سي با ايفيدون راه باش تلقى حمايه تخليك يعني على راحتك وما تدخلش في حياتك بالضبط انا هاني حمايه انا راني ضد الحماوات الكل علاش خاطر هاتهم قلت لهم فسر لهم معليش الحمات اون جينيرال ولدها ما تحبه ونتاعها وحدها جات مراخذاته الغيره تركب 99% حتى تبدا هي باهية اه 99% صحيح ما يقتنعوش يعني هو سي سي بيولوجيك الحكايه بالضبط الام اون جينيرال ديما تحب تحمي صغيرها لا ديجا باش تحس بالغيره حتى الحيوانات معناها ولكن بالعكس جايه معناها بفاسون باش تهني على روحها كما يقولها العريبه باش تهني على روحها دونك راهي ديما شارين لها الشبوك هي خطأ عندي انا ديما هاني الحكايه صاحباتي يبداو يحكيو كل ديريكت نقصد نحامي على الكنه ونبدا متاكده اللي هما ظالمين خاطر باش يجي عرس باش تحب على المشاكل هي عرس باش تفرح صحيح ما فما حتى واحد باللوجي هذايا فوالا وزاد اون فيت لازم خاطر احنا عندنا عقليه نتاع شيخ بولك نتاعها وتملك ويدلل فيها ويعمل هكا اللي يدلل في مرا اخرى سي سور باش تبغي تلقص لها وباش تبدا ظالمتها وباش تكذب عليها وتعمل كل شيء صحيح صحيح دونك لهنا هو معناها هذايا اوكي بيولوجيك ودرا شنو اما لازم الواحد زاد يتحكم في ليزانستان نتاعو بالضبط ويقول اذا كان اني باش ندخل في المعمعة هذيا نتاع الغيرة والقيل والقال وكل راني باش نخسر ولدي خاطر مشاكل وكل يا باش نخسر ولدي يا مانيش باش نهني على ولدي هو باش يصير له مشاكل مع مرته باش يطلع صحة مش باش تربي دونك احسن حاجة انك تخلي علاقتك يعني باهيه مع حماتك ولا مع كنتك ولا اللي هو وتحترموا زاد الخصوصيات بعضكم ما يهمكش فيها توا انت ولدك ماهوش ملكك خاطر اوكي جبتوا ولدك وكل شيء اما من بعد هو عنده حياته وكبر ولازم يعني انسى تناش ما عادش ملكي خليه يعرس خليه يعرس فوالا تناش حتى ما عرفش ماهوش ملكي اكزاكتلي انسان مستقل على روحه فوالا ولازمك تحط في من الاخر معناه ونعرف اللي هي صعيبه معناه تحط في مخك اللي ولدك ما عادش ملكك تو سامبلومون انت ام اوكي مش معناه نقول لكم ما عادش ملكك معناه ما عادش يحكي معاك ولا فهمتني لا خاطر العباد يفهموها هكا تاع ما عادش يحكي معايا وبش ولدي بيبيعني ولدي نساني ولدك عنده حياه مستقله عليك لازمك تحترمها تحترم يعني الشوا نتاعو وكل شيء وما ما تتدخلش في حياته الخاصه لازم بعيد عن قريب شوفوش ما نعرفش يعني ما تعلق في الشجره عريان ايش لازم واحد يقلق في روحه ورب الحماوات زاد ما عندهمش دوت اوكيباسيون زاد يولي ولاهين باولادهم كي عارف صحيح جات عندهم دوت اوكيباسيون سبور تجميل مطالعه هامله اللي تحبوا انتم تتلهي في حاجه منها
تصايب صالح. فوالا تصايب صالح فوالا. باش نتعداو الكيستيون الثالثة جو بونس، ماشي بولي الثالثة. تحب فيري وكيفاح يجيبو صغار، وكان تحب قداش من صغير؟ لا نحب لا ما نحبش، هما حرام صغار. أنا باش أنا باش نجيبهم والله، وسبحان ربي ما عنديش أكل. نحب نولي جدة بالكل جملة جن والله عادي عادي جدا. كان جابو يعطي من الصحة، كان ما جابوش يعطي من الصحة. انت على باز تحب البيبيت ولا عادي؟ عادي عادي اوكي. هذاك علاش ما يدير عادي اوكي. بي بي قالت لي فما طفله قالت لي ما عنديش سؤال، مي انا تعبتني تدخل في كل شيء، انا بعدت عليها كومبليتمون. هذاك هو المحل النصيحه اللي عطيناها لك بك ولا هذاك الحل ولا ران سيستر تبعد هذاك هو قطع. فما طفله شايمه قالت لك شنو هي الحاجات اللي ما تحبهمش في فيري؟ طبعا مش في دوسه. والله انا ملي بديت قلت لهم هكا بديت تشبه لي عجبتني يعني. بالعكس انا الحاجات اللي نحبهم اكيد فما حاجات. شو كلنا عندنا لي ديفو نتاعنا، كلنا عندنا لي كاركتير نتاعنا. درا كيفاش يعني تقول لي معناها امك ولا ابوك ما باش تقول لي؟ بالعكس بالعكس انا عجبتني ما تحكيش برشا، ما تعرف كيفاش تحكي. زعما اللي يحكي برشا يدخل في مشاكل في مديات. فيري تحكي نجم تقول ما نقولش بالكونت قوت، اما لازم في اللازم لازم في اللازم بالضبط. لازم في اللازم حلاها عجبتني انا هكاك. زاد اللي يتكلم برشا يروح يحب المشاكل، حتى كي ما يحبش يدخل لهم. اللي يحكي برشا يحب المشاكل، مش يحب المشاكل، يحب يثبت روحه، تعالي موجود شوفوني. اني ما نسحقش الحقيقه باش نحكي، باش مش ما نسحقش، مش ما نحكيش، معناها نحكي كما قالت لازم في لازم حتى مع اصحابي راهو ويلاحظوها عليا. مانيش ياسر بالعكس هكاك ما عملش ياسر ضوجها، اما كي نحكي نقول حاجه في بلاصتها معناها بالضبط. ساعات ياسر نزلط معناها كيما الناس الكل، مي حتى في الخدمه في كل شيء غير طبيعتك. مانيش ياسر ما انا بدي طبيعتي سياسية ياسر اش قاعده نقول لهم قبيله ريتش مانتكلمش ياسر. معناها المينيموم لازم في اللازم. فما طفله قالت لك حبت قالت لي حبتك طول، والا كان فما مشكل بيني وبينك. قالت لك حبتك طول قول حبتني عرض طول عرض. واو فريمون قالت كيما في بلاصتها. اي لا لا كيما قلنا بكري معناها فما حد ما صاروش الحقيقه مشاكل ولا درجه بالكل ولا لا. اون فيت اين كفر هو اللي ناش تعرف ولا لا، اللي وقت اللي تقابلنا اول مره تخطبنا بعد شهرين. معناها احنا تقابلنا في اكتوبر، عملنا خطوبه نتاعنا لبرومي جانفي، فهمتوا؟ معناها في صح في ساره من بعد شهر جاي خطب تك 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 تك، ومن بعد خطوبه بخمسه شهور عرسنا. وبوندون الحقيقة البيريود هذيك ما صار حتى مشكل، حتى مع مشكل بالرسمي معايا، حتى مع عائلتي ولا حاجة. لاحظوا بالي حتى جماعة الصالة في العرس لاحظوا بالي، قالوا لي أول عرس محلاكم تضحكوا أصحاب دونك مستنسيني. أي مستنسيني مشاكل وستريس مش الكل، أما أون في با بارتي دو لا ماجوريتي تاع العروسات وتاع المشاكل. كيفاش تتكون ريلاسيون باهية افيك الحمات من الاول وتحافظ عليها هكاك؟ باهي جو بونس هذيا سؤال لي اني مش بلوتو عرفت الاسئله حسيتهم يلتوغ نتوغ لنفس الحكايه اللي هي تحترموا خصوصيات بعضكم، ما تتدخلوش في بعضكم. لا هي لازمها تتدخل في علاقتك انت وراجلك، ولا انت لازمك تتدخل في علاقتها هي وولدها معاك ولا حياتها ولا في حياتها بيان سور. انت ديجا كي ما تتدخلش في هي بينها وبين ولدها ديجا هذيك سابروف اللي انت ما تتدخلش معناها في حياتها الخاصه، خاطر معناها هذاك السموم معناها ولدها. مي سي سا تحترموا خصوصيات بعضكم. حتى كان فما مالونتوندو ولا حاجه تلف والا
تحكي معاه تقول له هذا راي ولا الحاجه هذه ما عجبتنيش ما علاش هكا ولا مش فاهم هكا فسر لك صيف لا بعرك ولا بهزان صوت وبلا تعطي حق بال ولا حتى شيء سورتو زاد الاحترام مهم ياسر بيان سور خاطر كان طاح القدر رجليا صاي راهي فسدت العلاقه معنا فهمتوا وكها وقت تقلقي لذيك اللي في البيوت اللي شبيك هكا شبيك هكا هذيك زاد يعني مشاكل ورمي الكلام زاد تبدا حاجه بحاجه فعلا تجي هدول تحكي معها تضطر ملا في الكلام معنا هكا يعملوا هذا اللي يعمل العرق هذا اللي يعمل العرق صحيح تقلب تتعب في وجهها قلب بمحبة صداقة كما صاحبتك ما كتجي تكلمها اللي عملت هكا وراني انا وفات الهضره في ساعه صحيح كل شيء يدخل ونعرف ونسبير معناته تعملوا هكا تلقاو عباد زادا يفهموكم ويفهموا انتم اش تحبوا تعملوا خاطر فما عباد ساعات ما يفهموش بالسياسه بالضبط يفهموا كان بالعرك واو واو الركا مسوده الركا حزينه ترشنا هذوك هذوك بالرولية نو لا لا تطيح تطيح القدر اللي تخيلوش قدرك قدرك قبل كل شيء وحتى كان معناها صارت لك الحكايه معناها لازمك تشوف ليش انا عرسي اخر اكتوبر وخايفه باش نكون مع عائله جديده نحبكم تنصحوني لازم ماما شنو تنصح تصور في البريود الاولى تقعد ساكت حتى تفهمهم شنو نوعهم كيفاش وبعد تولي تحكي معهم مش من الاول تدخل الفرنسي تقول الحب بزيد من الاول وقت الفرنسيه هذوك الكل لا الحب بزيد ولا زاد فوالا تدخل عادي اما ما تظهرش انا من رايي ما تظهرش روحها ياسر شنو هي حتى تفهمهم تفهمهم لازم هي تظهر حاجات يكرهوها هما الحاجات هذي اي ما زادك هي ما تظهرش روحها ومن بعد تخرج لهم هي توتر باش تظهر لا هي لا ما تظهر لهم زاد هذاك ويسم شوي تكتيك تظهر لهم الحاجات اللي يحبوها مش لدرجه تبدل روحها لا زاد الواحد روح يستحض بحاجات ما يقولهمش مش معناها يكذب معناها تحبي هني على روحه بالضبط مش معناها تكذب هي هكا وتقول له لا انا راني كذا وكذا ولا ما عرفش انا حتى في اللبسة حتى في الاخلاق اما الحاجات اللي تعرف هي مثلا متحرة ياسر هما لا مش تبدا تحكي لهم مع التحرة تحكي لهم مش على الموضوع هذاك جبنا خليه الروح خليه روحك خليه الروح زي تدخل في مواضيع كان هما مرة تدخلوا في لبستك ولا حاجة وقتها قال رياجي مش لو تدخلش معهم في نقاشات بيزنطية زي تحاول تعرفهم هي أكثر مش تبقى بسيطرة على الموقف أكثر باللي يعرفوا عليها حد شيء هذه قالت لي أما خير حمايتك تبدأ قريبة منك وإلا تبدأ جد روحك إني أقول لهذا 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 مش بيه مش معناه لهذا لهذا مش ياسر قرأ خاطر تو تعرف تصير مشاكل في كل شيء هو حتى مع راجل حتى مع اصحابك حتى ما تصيرش مشاكل جميلة حتى مع معناها مش لازم تبدا ياسر اتاشي بون بيرسون لازم ديما تخلي روحك مسافه معناها انديبوندونت نوعا ما مسافه تاع استقلال العبد وبيدو اكزاكتومون معناها لازم تكون عندك حياتك حتى كما قلت لكم مع راجلك معناها لازم تكون عندك عيشتك اصحابك خروجك تخرج وحدك انت واصحابك تمشي تبعد تمشي خاطر القرب برشا يعمل مشاكل ويخلي العلاقه تمصات معناها لازم شويه هكا ديستانس باش تفهموا بعضكم حتى انت معناك تاخذ ديستانس تفهم علاقتك تجاه العبد هذاك بتقدر تتوحشوا بتقدر تفهم اللي انت شنو الحاجات اللي تحبهم فيه تبدا ياسر قريبه تنجم ما تشوفش العيوب والا الكاليتي فهمت تاع العبد يعني هي هي دونك لهذا لهذا عادي دونك تبعد ياسر ولا يعيشوا مع بعضهم زاد انا كونتر مهما كانوا محلاهم يهبلوا يقتلوا خاطر الواحد يلزم استقلاله في حياته اكزاكتومون استقلاليه حلوه برشا الحريه احلى واحلى بيان سور سمعتوها تعشق حريه اش لزني اش لزني باهي فما نفس ماش ليل بيرد اسمها تطلب من حمايتك باش تتدخل بالصلح بينك انت وراجلك وتحكي معاه واوتر سي اون بون ايدي سي با اون بون ايدي عندك مشكله مع الشخص هذاك مع راجلك تمشي تحكي مع راجلك تدخل اكس وايجريك ودرا شكون ديجا انت كي باش تحكي الفيرسيون تاعك الشخص طرف ثالث
طرف ثالث ينجم يهزها بالغلط الطرف اللي حاجتك بيه حتى من غير ما يقصد. ولا احنا هيك كومونيكاسيون انت بتحكي لي توا حكايه نجم نعاودها فيرسيون تاعي يعني نجم هما يفهموني حتى تنسى ولا سولون باش نحكيها سولون ولا بيرسيون اخرى. فهمت عندك دوت فوكابيلير تستعمل اكزاكتومون صحيت حتى جيستوير حتى كل شيء معناها دونك لي عندك مشكله مع شخص تمشي طول للشخص هذاك تقول له يا فلان راك كرستني في حكايه معناها فما شكون وداد جوبي شنو هي احسن حاجه تحبها في فيري ابار اللي هي مزيانه برشا ميرسي ديجا حسب ما رايي الشخصي هي مزيانه من برا ومن داخل بالحق باش نحكي الحقيقه نزيد لا نقص مزيانه من برا ومن داخل معناها ديجا قلبيه اللي سبونتاني سبيسيال كنت كانت تعجبني حتى كي ما تحكيش برشا مثلا حموات ما يحبوهاش هذيك مش بها ساكته انا بالعكس عجبتني الشيخه عليها تحكي وقت اللي لازم تحكي ما احلاها قاعده نقرا ما فما كيستيون قاعدين يتعاودوا دونك دي زيد به هذي قالت لي حميتي نهار كامل تحكي مع راجلي اش 24 وتبعث لي في حاجات ماستين ما نعرف شنو تبعث بتاتر مساجات بالك تعارك معناها شنو ماستين شو عندها تبعث شو عندها مش تبعث لي هما زرارق تبعث لي هما زرارق تزرق هي حديث ما تفاضي الشغل اكيد ورجلها زرق ورجلها حميتها مسيطر عليه ولدهم حماتها تنجم تكون واخده الانتريت وما عندها متاعها في حياتها وعندها وقت معناها برا ولدها اش 24 يتكلم في امه. ايوا بالك راجلها ما بطال ما زيد ولا هي تبالغ كي قالت لك اي مش بيان سور معناها يرقد ومعناها يصور ويخدم وكل معناها هي حابه تقول ديما في التليفون ديما يحكيوا مع بعضهم. مازال متعلق بامه مشكلة فيه برجولية هذي ما نعرفش كيفاش نجم ننصحك مي احكي معاها تحكي معاها مش تقول له شبيك تحكي مع امك اش 24 لا تقول له نحب اكثر وقت لروحي تبقى مواضيع حلوة تجبد هذي تحاول حاول شوف ديزاكتيفيتي تعملوها حتى زاد كي تبعد عليه شوي هو يستفقدها راهو كي تبعد عليه يستفقدها ولي هو لو جاها به أنا أخي بحاجة كنت حاسبه وتقولوش بهم مش باش يسمعها مش باش يفهمها وباش يكبش فيها شكون قالت لي نورمال كل ما تدخل تهز حاجة في يدك وكي تمشي لها أول مرة بعد الخطبة ما ترجعك بشيء معناها ما تعطيهاش كادو هي كي تمشي لحماتها تهز لها ديما حاجة وحماتها ما تهز لها شيء عادي كل واحد تصرف حسب طبيعته ولا حسب احساسه ولا حسب فلوسه زاد ساعات تدخل فيها برشا حاجات ديما الواحد يحسن نيته حتى العبد ما جابوش قبالك ما عادش تهز اختيه ولا اولا عاملها كيما تعاملك ولا وثانيا اذا انت جينيروز اكثر منها اعذرها بالك ما عندهاش فلوس بالك ما انتبهتش بالك نجم تكون ما تعودتش باللي كادو ولا الواحد يحسن نيته ما تدخلش في الحسابات والعقاب كيفاش كانت علاقتك عليك انت كيفاش كانت علاقتك مع حماتك قبل والله من جمله برشا حاجات تشكيت مني خاطرني ساكته وعاقله تشكيت مني كي تعاركني ما نرجع ليش ما نعاركش هي مؤاخذات عليا دايرة وقالت مره قلت لها اش عملت لك قالت لي هزيتي لي ولدي الغيره اللي قلنا قبيله الكل بالكش زاد انا من هذاك هو اللي مخلي متاكده لي الحماوات دي مظالمي دي ماما بالكش يمكن به دونك ما كانت لكش اكسبيريونس بيه لا زيرو فما طفلة شيماء اسمها قالت لي تطهو دي ياسر جويست واسبري فريمون عندك احلى حماد سلم عليها برشا معرفش تعرف ميرسي بوكو شيماء تطهو دي قالت لي شيماء يظلي بنت امنه صاحبتي اوكي ماما صحابي برشا وقت كنت في تونس ديما نخرج معاها. اوكي. هي وسارة اختها اللي في فرنسا. صحبة انا وياها مش نورمال. ديجا سارة ديما نقولها تربيت يديا. وحياتها عينيا. جبتها ثورية
فاتتني بعشرة محطات. آخر سؤال حتى كلهم يشكوا لبعضهم الكيستيون بتاعته، كيفاش كانت علاقة أول ما عرست، كيفاش تنحي الحشمة وتدخل مع عائلة جديدة؟ تتصرف على طبيعتك مش برشا نوكلو، مش متنحى وحدها بشوي بشوي بالوقت، ما تغصبش على روحك حاجة. إذا كان أنت حشامة وعلى روحك لازم هم ما يفهموا أن أنت طبيعتك هكاكا، وتبقى بنيجي زادة مش تدخل في الجو، خاطر كيما قلنا تدخل ياسر في الجو إيقال مشاكل معناها. خلي إسباس صغير بيان سور، هذوك عائلتك ثانية وكل شيء معناها لازم كده. لا ثم حاجة تجيب شوي بشوي بالمراحل، بالمراحل فتلاك وجوية ومحلاك ونهار اللي تبدا ما عينكش نجم تعمل ما شاء الله تراي في الأول ما شاء الله، هذا مازلت مش فاهمة هذا بالكلام. جنرال انا جنرال العرس هي خذات راجل ما خذاتش وام وبو، ما كتبوش عليها هما صداق صحيح، دونك كي تفهمي راجلها الحمد لله مش مطالبة باش تفهم مع العرش الكل اكزاكتومون، ولا ترضيهم كل ولا تعجبهم الكل في العالم العربي يعني يس مسيكنا المرأة نتاع كي تاخذ ولا كي تعرس نتاع لازمك تتعرس بالعائلة الكل ليه؟ لازم تتفاهم معاهم وتقنع وخوه وبوه وإذا زي كان ما تعملش هكاكا بيك وعليك وماكش بنت أصل كل مرة يهاجمها حد فيهم قالت لي حمدت لي شباك وين؟ إني طيب ما عادش نشوف في شيء التليفون خاطر شمس ضربتو الشمس ولا أكثر حاسين ماهيش أوبليجي باش تربي الناس الكل إكزاكتومون ريت كيفاش أون سو سون أوبليجي باش نردي الناس الكل ميم قبل حتى راجلك يسبق قدر واحد فهمتني باش هو ساعات زاد المشكلة مش منها منها هي الطفلة من الراجل اللي كان هي ما تعملش هكاك يفرض عليك هكا شبيك ما أمي ما فرحتش بها شبيك درا شنو تفهموا من الأول لازم فريمون تبداو ماشيين في فرد فرد تخمام انتي وراجلك خاطر كل فوا تبداو فرد تخمام اي حكايه باش تصير خارجيه اي مشكله باش تلقاو روحكم يد في اليد وتلقاو روحكم متفاهمين اذا كان راجلك ماهوش معاك معناها ولا ديما يقوم عليك وكل راهو فما مشكله معناها راهو لازمكم تحكيو فيها الحكايه لازمكم تفضوها هذاك علاش يعيشوا بعد خير اي شفتوا البعد رحمه راه والله مش معناها حتى مش فرد حومه مش اي باهي البعد ميرسي مموح كلاو فيك عايشك اوه شبيه حبيت عملت غارت والله يا مريم انت كنت تشوفوها كيفاش عملت كانت ريقده تنطرت نطرت تغير عليك صغيره دونك ميرسي كنكم تابعتوا الفيديو للاخر وان شاء الله عجبتكم كان تخفيف الظل عليكم بالفيديو وما تنساوش تابوني وتابعوا الفيديو كان عندكم صحابكم عندهم مشاكل عندهم مشاكل مع حماويتهم شنو تحب تقول مموح كلمة اخيرة انا نشكرهم صاحباتك و الفلاورز نقول لهم ان شاء الله حياتهم حلوه وما عندهمش مشاكل كهوا عندك شي حاجه هكا تحب تنصح بها طفلة لا تتفرج فيها طفلة معاش عمرها 18 شنو تحب تقول لها شنو النصيحة اللي تنصحي لها قبل ما تبدا حياتها معناها يعني على العرس اون جينيرال مش كان العرس اون جينيرال مثلا نحبها تبدا مستقلة خاصة ماديا معناها تطور روحها قد ما تنجم ما تعملش على الراجل الراجل هو جست باش تحبه ويونسها بيحلي لها حياتها لكن طموحاتها وكل تحقق طموحاتها سورتو تقرا وتخدم وما تسلمش في خدمتها خاصة وي. يبداش راجلك رئيس جمهورية ما تسيبش في خدمتها خاطر ماهوش مضمون أبار ما حكيت مضمون هذا البنات الكل إذا كان نهار اللي يبدا يصرف عليك وكل حتى ولو يبدا يحبك على الآخر وكل لا لا راهو باش يولي يحكم فيك معناها من الآخر معناها باهي الراجل كيدلل مرتو أني بيرسونيلمون نحب راجل يدللني يجيب لي كادوات ينعرفش يهزني فواياج أما المهم دونك أما أنت زادة باهي تهزلو كادوات أما مش يصرف عليك ويعيش فيك وتبدا ديبوندونت ليه بالضبط تبداش ديبوندونت هو حاجه زايده وحلوه حاجه ولا سام بلوس الله الارواح كمان مساويين تبي لك كف ورانا اسمع فينا سلامكم لا لا كف حتى كف فيديو تقدمي للسماوي للسماوي خديت مربح
حاسيلو ايا ميلا نقول لكم باي باي وان شاء الله في نشوفكم في الفيديو الجاي. باي. باي. يا دودا يا دودا.